مطلوبة في مباراة اليوم. فهد من هناك على الجبهة اليسرى يعكس عرضية خطيرة والكرة وصلت باتجاه المواس فيها هدف أول في الشباك السنغافورية. عمر خريبين برغم الإصابة يصيب الشباك السنغافورية بأول أهداف اللقاء. ضغط سوري متواصل والنهاية في شباك المنتخب السنغافوري. أول أهداف اللقاء لمصلحة نسور قاسيون. قلنا ننتظر الهدف في حال استمرار الأداء بهذه الصورة والهدف جاء والتقدم مستحق لمصلحة المنتخب السوري بأول أهداف اللقاء. عرضية من هناك فهد اليوسف بدأها، المحاولة مرت من حارس المرمى، مواس هيأها فاتت على سنحريب لكن عمر يتبعها والشباك السنغافورية تهتز بأول الأهداف السورية في هذا اللقاء. توقيع من عمر خريبين على أول أهداف المواجهة في توقيت هام ومثالي. بداية وانطلاقة رائعة لنسور قاسيون في هذا اللقاء وعمر خريبين أكثر من يعني حاول في اللحظات الماضية تغلب على الإصابة ويسجل هدف الشخصي الرابع في هذه التصفيات المزدوجة الآسيوية المونديالية والتصفية الأولى في شوط المباراة الثاني. لقطة مستغربة من علاء الشبلي في ظل هذا التألق كان انفعالي كثيرا في هذه اللقطة، يعني غير مقبول مثل هذا التصرف حقيقة. عموما ركلة جزاء للمنتخب السنغافوري، أتمنى أن يكون إبراهيم عالمي حاضر. ركلة جزاء لصالح المنتخب السنغافوري والكرة في الشباك، الكرة في الشباك، هدف التعادل. والله يعني شيء غريب، صفوان بحر الدين يعادل النتيجة. إذن هدف التعادل لصالح المنتخب السنغافوري قبل دقيقة وبضع ثواني من النهاية. فرحة المنتخب السنغافوري بهذا التعادل، فرحة الجماهير السنغافورية بالتعادل حقيقة غير مستحق يعني أبدا. ويعتقد أنه السيد فجر إبراهيم لا يلام، يلام لاعبوه لأنه أهدروا الفرص وبعد ذلك جاء التصرف الخاطئ. هدف التعادل لصالح المنتخب السنغافوري في وقت حرج جدا، في وقت صعب. نتمنى أن يستفيق لاعبو المنتخب السوري في اللحظات الأخيرة ويستعيدوا هذا التقدم المسروق. لمسة قصيرة إلى حمدي المصري من جديد، ذكية الكرة من حمدي المصري باتجاه نكدلي، سريع الانطلاقة مواس داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لحسين، طلب الكرة، محاولة تعديل، الكرة في المرمى، هدف رائع لصالح عمر خريبين. هدف رائع لمصلحة عمر خريبين، لمصلحة النسور السورية. حلق النسر عمر خريبين وسجل في الشباك السنغافورية هدف ثاني، هدف ثاني غالي غالي غالي، هدف ثاني ثمين لمصلحة النسور السورية، هدف ثاني ثمين لمصلحة النسر عمر خريبين، يضع المنتخب السوري في المقدمة من جديد. الحق عاد لصالح المنتخب السوري، النقاط عادت لأصحابها بهذا الهدف الثاني. هدف جميل وقلنا الأمل موجود ما دامت الصافرة لم تأتي. تمهيد من عبد الرزاق لحسين ويسارية الهداف خريبين الرائع عمر خريبين تنقذ المنتخب السوري من وضع صعب في اللحظات الأخيرة. وأخيرا الحظ يقف إلى جانب المنتخب السوري في هذا اللقاء بهذه اللقطة من قدم المدافع على الشباك عمر خريبين.